السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه big2blocks.ai، هنبدأ من خلاله نبرمج حياة خاصة بالذكاء الاصطناعي. طيب خليني اجي هنا واقول له ان انا عايز اهم حاجة بالنسبة لي النهاردة الفيس ديتكشن، فيبدأ ان هو يحملها لنا في المشروع زي ما انت شايف بتبدأ تنزل، بحيث ان هو يبدأ يتعرف على الوجه ويبدأ يتعرف هل انت بتبتسم، هل انت حزين، هل انت غاضب، كل الحاجات دي يبدأ ان هو يتعرف عليها ان شاء الله. طيب الدبدوب ده احنا مش عايزينه، وهنبدأ احنا بقى نقول له احنا عايزين نضيف مثلا من هنا، هضيف صندوق يبدأ ان هو يبقى موجود على الوجه سكوير بوكس بالشكل دوت. طيب وممكن اقول له بقى عايزين نفعل الفيديو، فاجي هنا عند الفيس واقول له فعل لي الفيديو. طب يفعل لي الفيديو امتى؟ لما نبدأ ندوس على القائمة ديت، فهروح قايل له ان انا عايز event علامة الستارت اهيت، تمام جو. وبعد كده عايز الموضوع ده يتكرر قد ايه؟ انا عايزه فور ايفر، يعني مش عايزه اول كام ثانية وخلاص، لا عايزه يكمل معايا على طول. طيب ده كده محتاج بعد كده ان احنا نحلل الوجه، فهقول له analysis image from stage، وهنا اعملها كاميرا لكن نقدر نعملها stage. طيب عايز يبدأ بقى ان هو ايه يتحرك مع الاكس والواي، فده محتاج ان احنا نقول له go to x and y بالشكل دوت. طيب اني x واني y انا عايز يبقى مرتبط بالفيديو اللي هيبقى موجود. فهقول له اللي هو x get position x اهو، و get position y اهو. طيب بعد كده عايز هو يقول ايه، هل انا مبتسم، هل انا حزين، فيبدأ يقول لي say ويبدأ ياخد بقى من الوجه. اقول له get expression of face بدل كلمة هلو. طيب خلينا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. هيبدأ بقى يشغل الكاميرا ويبدأ ان هو يتعرف عليا. بص بيبدأ ان انا كل ما ابدأ اتحرك هو بيبدأ يقول لي هل انا سعيد، هل انا هابي، هل كذا، فبيبدأ ان هو يتعرف. طول ما انت بتتكلم هو بيبدأ ان هو يحاول يكتشف التعبير بتاعت الوجه بتاعتك، ويبدأ جرب الكود البسيط دوت. طبعا احنا ما كتبناش حاجة، احنا بس ايه دراج اند دروب، لكن الفكرة كلها ان احنا فهمنا الفكرة. بدأ يقول له ان انت مثلا سعيد بسعيد وهكذا.